بصي يا امنية، اقعدي هنا نص ساعة هجيب حاجة على طول واجيلك. يا ماما كل يوم تسيبيني هنا يا ماما، انا زهقت يا ماما. معلش يا امنية جايباكي بصي على البحر كده عشان تشمي هوا نظيف وكده، وصدرك يا حبيبتي يتفتح وكده. ماشي مش هتأخر عليكي نص ساعة بالظبط. طب خديني معاكي والنبي. لا وعد مني وانا جاي هجيبك حاجة حلوة كتير. ماشي. هو الشمس جامد قوي الصراحة يا ماما. يا حبيبتي الشمشيت هتقعدي عند البحر يا امنية، من البحر هو بقى يا امنية. يلا عشان ما تأخرش بقى على ميعادي. طب يلا يا امنية معك. عشان خاطري يا امنية نص ساعة بالظبط ومش هتأخر عليك. يلا اقعدي ما تتحركيش من هنا. ماشي 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 ماشي، باي باي. يا ترى ماما كل يوم بتروح وتسمي فين؟ انا بقى هروح وراها واعملها مفاجأة بالمرة، هشوفها تعمل ايه. دلوقتي هروح بقى اشوفها هي بتعمل ايه. حبيبي ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتاخرت عليا ليه كل ده؟ معلش والله عبال ما قعدت امنيه وبدات بقى تسالني رايحه فين وجايه منين بقى. كانت صراحه ايام المدرسه مريحاني، ما كانتش بتسال، كنت بجيبها باجي قبلك في وقت هي في المدرسه. جوزك راح الشغل؟ ايوه راح الشغل يا حبيبتي. عامله ايه؟ مش عايز حاجه وانا جاي. يا عم كلمته نفسه تقيل على قلبي. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي ده. يا عم انا مش عارفه بصراحه، لكن انت بقى بصراحه كده الحته اللي في الشمال. ربنا يخليك يا حبيبتي. الحته اللي في الشمال كده، الحته اللي في الشمال، الحته اللي في القلب. ربنا يخليك يا حبيبي. تعالي تعالي عايز. صورتك دي جميله قوي. اه حلوه قوي. بس انت بشعرك احلى طبعا. اه مين ده يا ماما؟ انا ما اعرفوش يا حبيبتي، ده عمو قاعد لوحدي وانا قاعده لوحدي، هو لوحده وانا لوحدي. طب انت قاعده لوحدك ستين عالي. ما عشان يا امنيه انا بفكر في موضوع يا امنيه، وانت لما انا باجي يا امنيه اتكلم في موضوع ولا اركز في موضوع تقعدي تزني عليا ماما ماما ماما، ما بعرفش اركز، فقلت اقعد لوحدي شويه يا امنيه. بعدين انا قعدتك هناك، ايه اللي قومك من مكانك؟ كنت جايه اعملك مفاجاه، كان قصدي ابسطك. طب ستيني، طب تعالي يلا يلا بينا يلا يلا. استاذه تليفونك نسيتيه. ماشي شكرا. ماشي امنيه. مالك يا امنيه؟ ردي عليا يا امنيه. انت فهمتي غلط، انا فاهمك كل حاجه في البيت. عشان خاطري يا امنيه، عشان خاطري ردي عليا، انا فاهمك والله كل حاجه. تعالي انا في البيت افهمك كل حاجه. يا امنيه يا امنيه ردي عليا يا امنيه. هحضر الفطار انا وانتي، طب وبعدين نتكلم مع بعض. ماشي هحضر الفطار اللي انتي بتحبيه ونرجع نتكلم مع بعض. ماشي يا امنيه. صباح النور يا امنيه، تعالي نقعد معايا. امنية ما ترديش لي يا امنية. امنية يا امنية، مش انا صاحبتك حبيبتك، انت زعلانة مني في حاجة يا امنية؟ طب تعالي العبي معايا زي كل يوم. طب والله بقى انا قاعدة جنبك بقى لحد ما تتكلمي يا امنية. والله هقعد جنبك بقى لحد ما تتكلمي. هو انت زعلانة مني في حاجة والنبي؟ صباح الخير يا أمنية. بابا أنا زعلانة أوي من أمنية، أمنية مش عايزة ترد عليا من الصبح يا بابا. ليه زعلتيها فيها يا بنتي؟ والله العظيم ما زعلتها يا بابا، أنا مش عارفة. أول ما قلت لها تعالي العبي معايا وما كانتش بترد، وقلت لها صباح الخير وما ردتش عليا يا بابا. في حاجة يا أمنية؟ نمسي زعلتك في حاجة؟
أمنية أمنية كده. أنا قلت لها طب أنا هقعد جنبك لحد ما تكلميني، وهي شكلها زعلانة مني يا بابا. خلاص يلا بينا ننسى لما نيجوا نصلحوها. ازيك يا استاذ محمود؟ عامل ايه؟ صباح الخير، الله يخليك. عامل ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامل ايه؟ بتزعل امنيه ولا ايه؟ ليه في حاجه ولا ايه؟ نانسي دلوقتي عماله ترد تكلمك كده، مش هترد عليها. والله انا ما زعلتها في حاجه يا عم، انا بحب امنيه قوي، بس انا قعدت اكلمها من الصبح امنيه مش بترد عليا يا عم. وانا برضه فضلت اكلمها مش هترد عليا برضه. اكيد بتهزروا. لا مفيش الكلام ده خالص. لا يا عم، امنيه بتحبك قوي والله. وانا فكرتها زعلانه مني، بس هي بتقول ان هي مش زعلانه مني. تعمل لي كده براسها غريبه ده، هسيبها اشوفها. خلاص ماشي، بس انا عارف انت بتهزروا معايا. ماشي ماشي، بتزعلها ولا حاجه؟ لا مفيش حاجه والله. ماشي يا حبيبي، حاجه الله يخليك. ماشي يا حبيبي، يلا ننسى. باي باي يا حبيبي. ايه يا حبيبي مزعله صاحبتك ليه؟ بتشتكي لي منك، كنت تيجي الشيرت وانت بتحبيه الكندر بتاعتك كده. ايه امنيه مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ كلامها صح يا صاحبتك ولا ايه؟ يا أمنية عاملة في مقلب ولا ايه؟ أمنية يا آية يا آية. أيوة يا محمود. أمنية مالها ساكتة ليه كده؟ نعم. مال أمنية زعلانة ليه كده؟ ملهاش، بس شكلي مثلا يعني الصبح كده يعني ضايقتها شويه، بس فعملت غلطه فانا ضايقتها يعني، بس انا هصلحها دلوقتي. امنيه حبيبتي صحي يا منى، الحاجه حلوه بتاعتها اهي. طب ماشي، انا هاكلها لها. احنا كنا اصلا لحد الفطار انا وهي لسه هنفطر. تفطر معانا؟ لا انا همشي انا. ماشي صلحيها بقى، ما تزعلهاش. لا هصلحها امنيه حبيبتي، انت عايزه اشوفك كده حبيبه قلبي. ماشي خش، وانا بس هجيبها حالا. خليها تتوضي تضحك خالص. صباح الخير يا آية. صباحك يا آية، عاملة ايه؟ صباح الخير يا عمي. ماما عاملة ايه؟ سيبيني ألعب مع أمنية شوية. عاملة ايه يا أمنية؟ سيبيني ألعب مع أمنية شوية. العابي طيب. معلش يا رزاني والله يا أمنية، بس زعلانة شوية عشان أنا زعلتها الصبح، فمعلش. حرام عليكي والله، أنا شايفاها من بدري قاعدة لوحديها وزعلانة خالص. ينفع كده يا أمنية؟ يا أمنية دي شاطرة دلوقتي، هتقعد وهتبقى مبسوطة ومش هيبقى في حاجة مزعلاها إن شاء الله. دي أمنية دي عزل، عايزاكي كده تفوقي وتبقي لما أجي تبقي العبي مع رزان شوية. معلش يا رزان ما تزعليش. ماشي عادي. عاملة إيه؟ معلش يا رزان أصل أنا مزعلاها جامد. صلحيها، حرام عليكي حرام زي العسل. ماشي معلش، حاضر. ماشي شكرا. باي باي يا أمنية. باي باي يا أمنية. باي باي. أمنية يا امنيه ردي عليا. خلاص بقى يا امنيه ما تزعليش. يا امنيه ردي عليا يا امنيه، انا ماما حبيبتك يا امنيه. امنيه عشان خاطري يا امنيه ردي عليا. امنيه ما تزعليش مني، انا عارفه ان انا غلطت والله يا امنيه، بس ما تزعليش مني، انا ما اقدرش على زعلك. يا امنيه امنيه عشان خاطري ردي عليا. يا امنيه عشان خاطري، انا ماما حبيبتك يا امنيه. أمنية عشان خاطري ردي عليا. أمنية ما تزعليش مني، حقك عليا، أنا عارفة إن أنا غلطانة، يمكن ربنا بعدك ليه عشان تفوقيني من اللي أنا فيه ده. يا أمنية عشان خاطري ردي عليا والنبي يا أمنية، ما تزعليش مني. يا أمنية أنت طلعتي أغلى حاجة في حياتي يا أمنية، يمكن أنا كنت بعمل غلط بس أنت فوقتيني والله، عشان خاطري يا أمنية والنبي عشان خاطري يا أمنية. انا اسفه يا امنيه، يا امنيه انا اسفه عشان خاطري، سامحيني يا امنيه، سامحيني، انا اسفه، انا اسفه يا امنيه، انا عارفه ان انا غلطت غلطه في حقك كبيره، بس عشان خاطري اقبلي اسفي والنبي، سامحيني سامحيني عشان خاطري يا امنيه، سامحيني والنبي يا امنيه، سامحيني والنبي يا امنيه، انا اسفه عشان خاطري والنبي، سامحيني يا امنيه والنبي، سامحيني يا امنيه، ردي عليا، ما تعمليش فيا كده والنبي يا امنيه، يا امنيه ما تعمليش فيا كده، بصيلي حتى.